أكون حياز من الشارع العراقي لصالح إجراءات الحوار ضد إجراءات التصعيد اللي تقوم بها بعض الفصائل. ولذلك أنت تشوف حتى العصائب الحق كانوا أيضا ضد التصعيد بغض النظر عن البيانات، كان آرائهم أن تقعد ومع بعضهم يشوفهم أنه مع إعطاء حرية الحوار لرئيس الوزراء اللي هو قال أعتقد في أحد اللقاءات قال ممكن 5 سنوات ما أريد نطرد القوات الأمريكية، أريد نتحاور وياهم، أريد نسوي شراكة استراتيجية، أريد ننتقل للجانب الفني، أريد لأن يعني جيد الرئيس الوزراء أنه أسلحة العراقية كلها تحتاج إلى صيانة أمريكية وإلى معدات أمريكية حتى تشتغل. لذلك من تقول سيد عدنان السرات يقول ادعموا رئيس الوزراء، يدعموا لي رئيس الوزراء عنده فكرة أنه يطلعهم في مدة من الزمن ليس الآن، 5 سنوات 6 سنوات إذا اقتضت الحاجة. هذا الأمر لا يعجب الفصائل. لذلك اليوم من تقول هاي النسبة 69% يميلون إلى رئيس السودان، أنا يقيناً يميلون له في قضية الحوار مع الولايات المتحدة، لأن الشعب العراقي يا أخي كل حروبها، يعني أنا عمري مواليد 68 سنة ما يوم مر علي إلا حرب، بديناها من 68 لحد اليوم قتال، يعني ما معقولة ما يفكرون الأخوة في الطبقة السياسية إنه العراقي يريد يرتاح له سنة سنتين، ما يريد نعيش بسلام. هسه واحد يقول لي انت هم تصير بوق وانت بلدك تريده محتل، طيب من 2004 كنا نقول الاحتلال الامريكي كان يقولون لنا انتم انفاسكم بعثيه، لان كنا نقول الاحتلال، من كنا نقول دخول الامريكان للعراق خطا كما قالت ايران وقال حزب الله في ذلك الوقت، قالوا لا دخول ايران للعراق الامريكا للعراق صح. اذا بما انكم بررتم لدخول الامريكان في عام 2003 عليكم الان تبرر الحكومه بأن تتفاوض وتتحاور مع الأمريكان. كل دول العالم تستخدم الحوار لأجل السلام ولأجل تحقيق مصالح شعبه، إلا نحن أحيانا كثيرة نصعد على قرار الدولة وعلى قرار الحكومة ونستخدم ونتخذ قرارات وبعنوان دعم الدولة. بعض الأخوة يقولون ما عندهم بيان واضح دكتور، يعني حقيقة ما عندهم بيان واضح. هل تم الإعلان الهدنة؟ يعني آخر بيان لكتائب حزب الله قالوا ما راح نضرب الأمريكان. طيب النجباء وراها قالوا مستمرين من يوم 4 لحد اليوم ماكو أي صاروخ على أمريكا. أخذتوا هدنة؟ بطلتوا؟ غزة تحررت؟ أكو هدنة ما لا شوف غزة بعيدة عن الموضوع، أكو هدنة عندنا بالعراق، واسأل السيد عدنان عنده واضح أنه أكو قرار إطاري وضغط من السيد رئيس الوزراء بضرورة ترك الحكومة تتفاوض، وهذا الأمر الصحيح الذي يجب أن تسير عليه الدولة، لأن إذا نبقى يوميا متفقين بطريقة وبأخرى يا أخي نظل فوضى، ما نقدر لا نبني ولا نحرر. زين الأخوة بالمقاومة صاروا كذا سنة يقاومون من 2004 لليوم، بدءا من تيار الصدري جيش المهدي وصولا لليوم، قدروا يطلعونهم؟ ما قدروا. بما أنه عندنا الآن فرصة بالحوار خلي نستمر 5 سنين ونطلعهم أفضل ما نقاتل 6 سنين ونفقد شهداء آخرين مثل ما فقدنا بهاي المسيرة اللي خلصت كلها دماء وأموال.